جديد ونجدد التحية لمن فات الاستماع عبر موجاتنا. ما زلنا نحكيو على كحلة وبيضة وما زلنا نحكيو على الشوبين. سفيان، استراتيجية عمل، برشا انضباط، برشا حضور، برشا اهداف مسطرة بعد كلام سي عبد الحق العليمي، شنو تنجم تعقب عليه؟ والله كانت لي العديد من اللقاءات مع سي عبد الحق العليمي، نسأل برشا على لي جون، نسأل هيكل، نحكي مع كريم برشا على الحكايات هذوما. نشوف هيكل توي قاعد يخدم مع مدرب كبير، الكبير ربي يقبل كل شيء، لكن مدرب كوفو سي عبد الحق العليمي قاعد يتلقح، خلينا نقولوا كيما ملاعبي في السينيور يعملوا له مدرب ممتاز، الملاعبي المدرب الممتاز لازم يزيد للملاعبي، كيما كذلك مدرب يزيد من المدرب، والمدرب اللي مش يتكون عن طريق مدرب مش يعطي للملاعبي. حكينا على التكوين، حكينا على هيكل، حكى على لي ديمونستراسيون سي تري امبورطون انك تعمل ديمونستراسيون صحيحه للملاعبي. ثم حتى معناتها نهار حكيتها خلينا نقولوها حتى مش هنا قدام الساده المستمعين، مره كلمني ولي قال لي ولدي كذا، ولدي ما يلعبش، ولدي كذا ظالمين وكل شيء. هزي التليفون كلمت عبد الحق العليمي، عبد الحق راه كلمني ولي وراه قال اش كان الرد من عبد الحق العليمي؟ اللي هو رد كان بالنسبه لي ايجابي وحاجه ممتازه، اللي انه لأي ملاعب يلعب في نادر هذي الصفاقسي موجودين ثم كترابور يصيروا لانترونور ولانترونور أجوان وسي عبد الحق العليمي وكذلك الأجوان تاع سي عبد الحق سرياد الشرفي الدكتور سرياد الشرفي تحية دي معناتها الناس كل تصحح على الملاعب هذية وعنده كل ملاعب الفيشة متاعه توسكي تكنيك فيزيك سبيسيفيك اللي تخيل في مخه كل كل معناتها على أربعة من الناس ميوصلوش يظلموه، معناتها ما فماش انفراد بالراي كلك سوى عبد الحق العليمي وألا الإكس ولا زاد ولا عم. وأنا عرفتك خويا كي تعرف تحب تعطي الباساسيون باسور أنت سفيان ساسي، ديجا أنا باش نسأل السؤال وأنت عطيتني التمهيد لهنا النقطة اللي موجودة كوتش سي كريم، موجودة هيكل، هي تدخل الأولياء في عمل المدربين، لأنه كذلك يعني نشاهدوا من بنزرة البنقردان في كل الجمعيات في كل الفرق يحكيوا يقولوا سي عبد الحق أنه فما برشا أولياء واللي عندهم تأثير ممكن مباشر أو غير مباشر على قرارات المدرب أو المدير الفني للأصناف الشابة وبرشا حاجات. فيش ديفالياسيون قدامنا قاعدة. فما تدخل متاع الأولياء في العمل، فما ضغط مسلط، كيفاش أنتم تتعاملوا مع الحاجات اللي كيما هذه؟ شوف كما قلت لك أنا تجربتي في تونس كانت مع النادي الصفاقسي بعد 25 سنة في أوروبا. تختلف عديد الأشياء، تعرف مثلا صحيح في تونس ثم ضغط كبير من الأولياء، نحيي كل أولياء، عندنا أولياء زادة تتفهم الوضع وراج جمعية، التأثيرات عمرها ما باش تكون عليا تأثيرات، لأني بإذن الله قلت زادة نفكر سفيان من أول حصة إن شاء الله نكون وفيت، إن شاء الله نكون ما ظلمتش إلى حد ما نخرج من نادي الصفاقسي، إن شاء الله كي نرجع نهار نلقى الناس تقول لك خدمة صادقة، مانيش نظلم حتى صغير. تعرف نعرفوها حتى نحن نوعا ما حتى في أوروبا، كل ولي يعتبر ابنه المعناه أحسن لاعب بالعاطفة، أنا عندي وليد ونعرف وش معناه كي ولدي يلعب كورة، لكن عملنا نحن تقييم كل بينتان كما في أوروبا، كي تجيني تقولي ولدي كذا في أي وقت نحضروا أنتوا قاعدين تاخذ بينتان تاع ولدك يصح فيها مثلا على مستوى الأواسط ولا الكادي شكون أونترونور، نقعد مع الأونترونور يعطيني نحطوا لي نوت، يحط الأدجوان، نحط أنا الأعداد نتاعي، يحط سي رياض الشرفي، ومن بعد نظن أربعة من الناس كان باش تشكك فيهم. خويا نقولها لك بلغتنا الشعبية بلغة الرجلة، رانا ما نظلموش صغار، رانا جينا باش نخدموا هذوكم ولادنا، وفي العمر هذايا ماني جاي باش نقعد ما حشتيش بحد شيء، الحمد لله لاني باش نتقرب لحتى ولي ولا كذا، هذوكم اولياء يوصل ولده ونحن نقوموا بالعمل. احيانا يصير خطا، احيانا يصير خطا، ان شاء الله كان صار خطا معناه من غير قصد نتجاوزوه، لكن قاعدين نحاولوا نقربوا للاعبين، ناخذوا اكثر معلومات على اللاعبين، هذوما صغار ثم انا اعطيك مثال، ثم اللي يقلق ولده يلعب 60 دقيقه من 80 خاطر الصغار ثم شكون يشارك 80، بالله تحبني نحكي معه؟ انا عملت راه اجتماع بعض الاولياء ونحكي لك على نطاق حتى باش نتكلم اليوم على مينيم ولا كذا، قلت انا نرحب بكم وراكم انتم اولياء وتمثلوا جمهور نادي صفاقسي، انا اليوم في نادي صفاقسي نحن بمدربين، ما نجيش ما نحبش بلغتنا تطيح القدر، انا ما نحبش حتى واحد يجي المدرب يقول له كلمه، مع احترامي لاي ولي، لاني اذا اصبحت الامور هذه امور خطيره انا ما نقبلهاش، ولو يكون ولده اقوى لاعب ولو في منتخب ولو تجيني ضغوطات ويزم يقعد ما نقبلهاش، لانه ثم قدر وثم احترام، المدرب مربي، المدرب مؤطر، نحكي وقلت لهم نشوفوا الوضع وانا نكون قريب،
انا اي واحد طبطب بالباب دخل القاني موجود نحكي انا وياه في اي وقت اي ولي لا برونديفوات ولا عملنا الطاوله وكراسي معنا نحكي لك بلغه شعبيه رانا موجودين مع الاولياء نحكيوا معاهم ان شاء الله المدربين يكونوا هما في العمل نتاعهم صادقين اللي نشوف فيه حاليا كما قلت لك خذينا والقطار يمشي قاعدين نخدموا مع اللاعبين قاعدين نخدموا مع المدربين وربي يوفقنا وان شاء الله ما نظلموش اولاد الناس ان شاء الله. سي كريم تاكيد الكلام سي عبد الحق على الاولياء الاولياء الكل ماذا بيها صغار تلعبوا ماذا بيها كل واحد يقول صغيري انا مظلوم وواحد بكل لطف احنا نكلمهم الاولياء خاطر كلنا عندنا صغار معناتها قد ما تبدا الامور منظمه قد ما ترى يبدا ما يدخل للترا كان التكنيسيان كان المسؤول اللي ليه بالفرع هذاك قد ما يبعدوا برشا ناس على 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 جناب الترانات قد ما تكون الامور منظمه قد الولي يشوف كيشوف النظام الولي ما نتخيلش انا اي ولي ولي يدخل بالفاسون اللي كانوا يدخلوا فيها الاولياء قد ما يشوف النظام وديما شويه معناتها كتاب ممتاز قاعد نشوفه اول مره طالع. لا نشوف نطالع في كلوب سبورتيف سفاكسيان سيكسيون فوتبول جون رياليزي بار عبد الحق العليمي ورياض الشرفي معناتها كي تكتب اسمه هذوما في الجوجل وتسأل على الزوز الناس هذوما تفهم أنت ولدك فين يجم يوصل في الكورة. أنا نقول نادر الصفيقسي قاعد يمشي في اليوجان في الطريق الصواب مش نحكي حاجة أخرى باش كل واحد حتى نعطي حق ولو ناخذ نوف بعض الوقت. نادر الصفيقسي أول مرة نشوف في الليليت أنيس عبد القادر بوجلبان كاف أ مع لجوان معز تريكي كاف أ معناتها من خيرة الكفاءات جينيور رامي بوعزيز كاف أ معه هيكل الجمدية كاف بي كادي وسام رباعي كاف أ ومعه محمد بن جماعة كاف بي نشوفه في الكادي بي كذلك نور الدين بن إبراهيم كاف أ سليم الشريف كاف بي مينيم مع نادر ولها كاف بي ومنظر خليفة كاف بي مينيم بي كذلك سليم طقطق وأحمد بن كحلة معناتها هنا تشوف على مستوى الكفاءة العلمية موجود. معناتها دي تحكي راك في نخبة كاف آ وكادي وجينيور كاف آ معلم راو في السينيور بعض منه يراني بالكاف كاف بي وما عنده برمي دوغري رانا خلنا نحكيه معناتها هنا استراتيجية العمل واختيار المدربين سيبلي على الاخر نشوف فيها تحية للمدربين هذوما اللي قاعدين يخدموا في عمل قاعدي كبير برشا وتوا انا نقول حاجه برك للناس اللي قاعده تنتظر في النادي الصفاقسي انتظروا النادي الصفاقسي ابارتير من عام الجاي ان شاء الله ان شاء الله بطبيعه لانه بعد شويه باش نحكيوا على بطبيعه صنف الاكابر وبعض اللاعبيه اللي لقيناهم السنه في صنف الاكابر فقط مشكور زميلنا رمزي الرقيق في التنسيق الهاتفي كان اتصل بهشام المناعي بخصوص اجتماع مكتب الرابطه ان شاء الله بدايه من 6 نتاع العشيه يتم القرار بخصوص الاحتراز المقدم من طرف النجم الساحلي على النادي الرياضي الصفاقسي بالاضافه الى بقيه الملفات سورتو ملف نادي بنزرتي والاتحاد الرياضي بتطوين. كوتش انا بجسلك على الملاعبي قبل الدخول في بطبيعه بعض السؤالات على صنف الاكابر. حسام الحباسي هذا الموسم كانت البدايه نوعا ما حتى في المقابلات الوديه في بعض المقابلات حتى الرسميه كان على مستوى تطلعات الجماهير. شنو هو السر انه ما عادش نشاهد توا حسام الحباسي كاساسي في الفريق؟ فما حاجه مورالمون ممسوس للاعب تحس انه مش منجم يفك بلاصته؟ شنو هو السر في حسام الحباسي؟ سامحني معناها باش ناخذ 30 ثانيه قبل ما نسالش ميسالش باش نعطي حق اثنين ناس قلنا وفرنا ناس مجموعه خدمه نحكي على عارف الكراي اللي خدمه كبيره, انا كي نقعد مع شخص هذا قلت له نتمنى نلقى برشا ناس كيفك لانه نحسوا عقليه اوروبيه. المطعم اليوم تشوف البيوت مطعم نقول لك اكل على طراز رفيع. لقينا الوليد اسامه الصغاري وليد في ليكول هو اللي عمل الفيزيوناج لسبوار معناها كي لقيته قلت له اش تعمل؟ قال لي انا تولدت في المانيا هو موجود 4 سنين في النادي الصفاقسي. نحكي كيفاش وظفنا الناس يجا اخو يخدم ما عندك؟ قال لي تفضل يخدم اعطيني خدمتك شفت كفاه خدم للسبوار الفيزيوناج والفيزيوناج تعرف راي قوه اللاعب هي الفيزيوناج. معناها نحيي كل مدربين نحيي مدربين ليكول مدربين الاداني الاواسط الامال خدمه قاعدين نخدموا فيها ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نمشيو بالنادي الصفاقسي بامانه في عقبتنا الخير. بالنسبه لحسام الحباسي يعرف الاغلبيه انه لما جيت لما كنت قريب الى الاكابر خذيت معلومات قبل ميشيون ستور على الحباسي وتحدثت مع الحباسي لقيت الوليد هذايا نوعا ما نقول اللاعب في فتره انه تعرف بوه توفى يعيش بعيد على اهله حكى معايا حسيت عنده ثقه قلت له ويسمع فيا حسام وتو يسمع الحصه كي يجي يسمعها قلت له حسام انا سمعتك
لكن انا ما شفتكش على الملعب وانا اؤمن بالملعب لانه الكلام شيء والملعب شيء. جيت بعد مشيت انا اول ما جيت مشيت معهم بارتي بنزرت لما كان سي فتحي الدرقاع وسي انس الجربي تحيه اليوم مشاو مشينا بالفريق لعبنا نادي بنزرتي. حسام ما شاركش بعدها جات مشاركته مع النخبه. شفت لاعب نقول انا ما قلت ونعودها حسام كله كوره. ثم توظيف تكتيكي كنت نحبذ عنه في نحكي على السبيسيفيك كنت نحبذ نقرب له اكثر. توظيف تكتيكي وذهني وكيفاش يتصرف في الكوره ما زالت. لكن اللاعب انا نشوفه عنده برشا كوره من اللاعبين اللي نقول تفتقدهم الساحه حاليا اللاعبين اللي عندهم المهارات الفرديه والمهارات مع السرعه. كانت عندي بيه قناعه كبيره كنت قريب ليه. المردود شفتوها اول نذكر بارتيت الطويل الابداع اللي عملوا تحضنت حسين جستمون في المقابلات الوديه كان قدم مردود كبير يبشر بالخير وقال يعني فما برشا ناس تحدثت على مستقبل النادي لكن تقريبا في ظرف اسبوع ولا اسبوعين ما عادش نشاهد هو حبيسي موجود. انا كنت تفاجأت وحتى كريم حكينا مع بعض تفاجأت كيفاش معناتها الحباسي انزل معناتها للفريق النخبة وبعد معناتها بصفة فجائية بعد مقابلة النادي الإفريقي ومردود وكلمات وكل شيء. لكن بعد اللي سمعته فهمني كيفاش ولا هو اللي كان نقولها بكل صراحة قرار تأديبي لا أكثر ولا أقل. معناتها القرار التأديبي كان نوعا ما موجع بالنسبة لملاعب صغير كذا يجمو يتمس معناتها يتمس من الناحية النفسية معناتها باش ترجعوا ياخذ شوية وقت وتحب لهم الوليدات الصغار ديما مع كريم ديما نقول نحكي برشا يلزمهم برشا حديث وبرشا كلام وبرشا ثقة في النفس تعطيهم لهم باش توصل لهم ميساج بوزيتيف باش يجمو يلعبوا. بالنسبة للحباسي اللي ينقصوا يونق ترافاي سبيسيفيك لأكثر ولا أقل معناتها لي دي بلاسمون تاعو بلاسمون ريبلاسمون تاعو كيفاش يطلب الكرة وقتاش يرجع يفك معناتها باش ما يخسرش الانرجي نتاعو ويعرف وقتاش يوظف المهارات نتاعو الفردية اللي يزيد انديفيدواليتي وقتاش يلعب كوليكتيف لأكثر ولا أقل معناتها أمور قادرين على إصلاحها. ما أنه في الفريق الأكابر ما عندهمش الوقت صلاح الحوايج هذوما علاش الوليدات هذوما كل برشا ثم حباسي عمر الهوش ثم المسلمي ثم القروي ثم برشا وقت النادي الصفاقس يستحق لهم كانوا موجودين معناتها علاش قلت لك بيبينير باهي علاش الوليدات هذوما معناتها ما ياخذوش حصص سبيسيفيك معناتها كمدرب اكابر ينسق مع المدير الفني للشبان ومع مدرب النخبه خويا نبعثوهم الوليدات هذوما مره ولا مرتين في الاسبوع ولا يمشيوا لهم سبيسيالمون يطلعوا لهم للسينيور يخدموهم سبيسيفيك باش يتحسنوا اللاعب يتحسن راهو اللاعب في العمر هذا ما عندك ما تزيدوا فيزيك مو حاضر كل شيء ملعبية يتبارك الله يعرف هيكل ويعرف سعد الحقيقي كلام سفيان مهم برشا راهو مهم برشا معناتها تو خاصتنا احنا ما عندناش انتدابات في النادي الرياضي الصفاقسي معناتها ثم ملاعبيه اللي مازالوا في مرحله التكوين علاش سي عبد الحق يحكي على التوظيف التكتيكي نتاع الملاعبيه تحس الملاعبيه ناقصين حاجات عندهم الكاليتي موجوده اما ناقصين حاجات ممكن يطلعوا سينيور خاطر السينيور مطالب بالنتائج ومطالب باش تلعب توت سويت معناتها ما ثمش برشا وقت للخدمه هذا التقري نحكيو فيه ما بين الانترنور ما بين المدير الرياضي معناتها استراتيجية نتاع جمعية كاملة. نحبوا نشوفوها هذه متكونة في السي اس اس. عمل تو للأسف ما زالت الأمور ماهيش واضحة معناتها. هيكل تبارك الله خبرة كبيرة وتعديت بكل الأصناف النادي الرياضي الصفاقسي وكونت يعني شخصية مع لاعبي منذ الصغر. تعطيني رأيك في اللي موجود توا شوبير في النادي الرياضي الصفاقسي في الأكابر هل هما واخذين فرصتهم كما يلزم؟ هل أنه شكون الملاعبي اللي حاليا قادر باش يكون أساسي ويكور في مختلف المحافل سواء كانت محلية أو دولية؟ ولا شوف معناتها أبروبو الجوارات اللي طلعوا سينيور الكاليتي عندهم الكاليتي موجودين أما ديما نقعد نقول لازمتهم الخدمة راهي مش كان كاليتي راه سي فري طلعت سينيور أما مش هكا هو إيتاب وصلت هكا سي بون وصلت سينيور هذاك هو الأوبجيكتيف نتاعي لازم تخدم أكثر من اللي كنت تخدم في السبور ولا تخدم في جونيور لازم تخدم موجود سيرتو لي جور نحكي لك على جورات اللي طلعوا سينيور شويه وقت نشوفوا كيف في يلعب نعشق ايش ناقصوا كاين دو ترافاي دونك يزمو يهذب لعبه باش يهذب لعبه هذا باللونترونور كي يكون عنده
وقتاش يعمل لابيل وقتاش يلعب مع اصحابه وقتاش يسيب عمدوني وسي عمدوني بن علي عمدوني اربع سنين حسين بن علي ونحكيه على حسين بن عمدوني وبرشا من العبيه اكيد مثال احنا قاعده تو باش نحكيه على